هذا الحادثه اللي كنت غادي اخويا وتلقاو ليا في الطريق لور كورس. الوقت اللي تلقى لي الاول جا خرج قدامي، الثاني جاني من اللور عطاني بالزرواطه هرس لي رجلي كامله فرقعات يا دي رجيله. جات الاسعاف داتني السبيطار كل شيء وبركت في السبيطار، والوقت اللي داروا العمليه ما منجحاش ليا، كون نجحت ما تقرش لي رجلي. من 2020 شهرت مني في جوش ما العمليه، ما هذاك الحديد اللي داروا ماشي الحديد صحيح، نقولوا الحديد دار العادي ما دارش الدوريش، يكون دار المزيان اما رجلي ما فرقعش ليا. الحاله الاجتماعيه عايش مكرفس، لا حبيب لا حلينا كريم لا والو، انا ساكنه في براك. كاين حتى واحد يجيب لك حتى شمع، انا مضوي بشمع باغي نمشي نسقيه، انا نمشي يمكن نهز بايزون نعلقهم في كتفي والعكاك تحت مني ونعمرهم ونجيبهم. كاين حتى واحد يقول لك هاك، ما كاين حتى واحد باش يجي يقول لك رفق عليا ولا حن عليا، ما كاين حتى واحد، كاين الله سبحانه وتعالى هو اللي معايا. ضيعت لي حياتي وانا غادي كنتنقص وغادي كنتنقص في صحتي، علاش؟ بقى ديما نفكر نقول اليوم غدا اليوم غدا تصح اليوم والو، باش عندي طلبوا واحد المجهودات وهذاك المجهود ما عنديش انا الفلوس باش نمشي نرخي على رجلي نضيع صحتي ونبقى بحال هكا. انا ما حامش راسي باش نمشي بالعكاكس، كنشوف بنادم كنحدى راسي مابقاش عندي الوجه اللي كنهز بيه نضار بيه الصحاب ولا ما بقى عندي، صافي نيست راسي يعني. تبت له تا وغوفلتي شعري ومغوفل بي، ما بقاش هذيك الحياة اللي كانت الأولى، الحياة تبدلات. أنا كنحس براسي ما مرتاحش، جوج الليل ثلاث الليل حتى يقول الله أكبر الفجر، عاد نحط راسي مخدة ونفيق مع 12 ديال النهار. الله اللي كيحس، إلا البشر ما كيحسش، الله واللي خلقنا واللي حاس بيه عبده كيحس بيه، علاش؟ عارفه هو وحداني. نطلب طالب ديالي، نطلب المحسنين، الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين، لكن اخوكم مسلم حنوا عليه الله يحن عليكم. الناس خوتي الله يجازيكم بخير، نطلبكم حاجه واحده، راه نفحسوني درتوا هادشي خير درتوا مع الله سبحانه وتعالى، راه عتقتوا لي رجلتي راه نعيش بخير، لما عتقش رجلي بقات لي سيمانه باش يمشي باش يحيدوها سيمانه بالحساب يقطعوها، ما والو لا خدمه لا والو، في الدار في براكتي ما كنمشي عاد حتى واحد، ما كنصل حتى واحد باش نمشي نقول له يعطيني، ما نقدرش وعليت بغيت تريح ما دقيتش، خاصك تخشي صندوق تحت مني نحط على الساقي هذا عاد نبقاوها قبل رجل وحده. ونطلب من الناس مسؤولين ديال الوزاره ديال السبيطار، الله يرحم الوالدين، ديروا معايا شي حل. العمليه راه صابتها في السبيطار محمد الخامس، ماشي صابتها في الزنقه ولا شي حاجه. نهار وقعت لي الحادثه تقرطات لي رجلي رجعت عندهم داروا لي القبص، مول القبص عواجت لي رجلي كجان وري لكم بتصاور من الاول حتى الاخر، راديوات كل شيء عندي ورجلي عوجه دي جديده. محمد الخامس هو اللي عندنا هنا في سيدي موسى تابع على حي المسيره، باش يقول لي كيقول لي خاصك عمليه، وفين درتي العمليه نهار الاول خاصك ديرها والسبيطار. انا كنمشي للسبيطار كيقول لك شلي دار لك العمليه الاول، نديروها الطبيب مات ما كاينش طبيب اخر، كيمشي طبيب كيجي طبيب ولا لا؟
هادشي اللي كيبان لي انا ما فهمت والو. انا بحال انا بحال باغي تاقمو مني وباقي عايش فوق الدنيا، هادشي كيبان لي انا. اما كان بغينا الحق ديالنا ما خديناه، مشينا للسبيطار باش نداو ما داويناش، دفعنا الشكايه لوكيل الملك فيها شاطي بيبا 50 يوم. تصاور حتى حاجه ما وصلتني، ما عيطوا لي ما سولوني كيفاش وقع لك والو، وقالوا وقعت الحديثه داوني السبيطار ما جاوش عندي جدرميه نهائيا. خدام في باركين، الباركين معروف قدام اداره الشجون بالسبيطار والحبس سيدي موسى، هذاك هي البلاصه اللي تزت انا بروج وانا عايش بهذاك الخنت. تكبرت وجاو قلعوا عليا باش شافوني تهرس، قلعوا عليا صح، صيفطوا لي 7 العيالات، 7 ودوروني وسط باركين وندار مع العيالات انا. الاخرى فاش شافوا البوليس جايين طاحت لي وحده تما وقالت لهم ضربني، وكان بغى تقرق لي شقفي وانا مهرسه ونضربها، ما بقى عندي لا حياه لا والو، ضاعت وعيش في العذاب. اللي جات مع عبد الله محبا بها، اما تجيش مع الكحل راس، الكحل راسك كيتشفى وكيقول لك راه صحيح، برجلوه صحيحه راه كيدير عكاكا كيدير الكذوب، ودايره بالكذوب. اخويا تعرف دين عند طبيب اختصاصي ولا اجي شوفها بعينيك باش تعرف الرجل راه عوجه ولا صحيحه. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.